السلام عليكم أعزائي المتابعين. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اليوم رجعنا لكم حلقة جديدة. حلقتنا لهذا اليوم في مقبرة السكران أو محمد السكران اللي هي في حدود مدينة بغداد العاصمة. في هذه المقبرة العديد من الفنانين والشخصيات البارزة أمثال الفنان الكبير خليل الرفاعي وطعمة التميمي ومقداد محمد مراد ورشدي عبد الصاحب. المقبرة كبيرة جدا، اليوم جينا حتى نتجول داخل هذه المقبرة ونصورها لكم ونراويكم قبور الفنانين اللي موجودين في هذه المقبرة. تعالوا ويانا إلى نهاية الفيديو. أعزائي المتابعين، أسعد الله مساءكم بالخير والمودة والسرور. اليوم حلقتنا هي في مقبرة محمد السكران. جينا حتى نقرأ سورة الفاتحة إلى أرواح الفنانين والمشاهير اللي مدفونين في هذه المقبرة. من ضمن هذه القبور هو قبر الفنان الكبير خليل الرفاعي أبو فارس، رحم الله من قرأ سورة الفاتحة إلى روح الفنان مسبوقة معطرة بذكر محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، الفاتحة. الفنان الكبير خليل الرفاعي أبو فارس ولد في منطقة الشيخ معروف الكرخي في العام 1927 ميلادية، ومنذ صغره تنبأ والده الحداد أن ابنه سيكون مرحا، لذلك حرص على تعليمه. وحينما أصبح طالبا في الصف الرابع الابتدائي في مدرسة الشواكة، قام الطالب خليل مجيد حسون الرفاعي بتأليف تمثيلية قصيرة. أعزائي المتابعين، طبعا طريقة الدفن تختلف كل الاختلاف عن طريقة الدفن في مقبرة وادي السلام. يكون الحفر على طول الجنازة، وأيضا قسم من القبور يعني ما يسوي له لحد، فيبقى بس هذا التراب. قسم من عنده يبنون قبور، والقسم الآخر يكون بس يسوي له تراب. عانى في أواخر أيامه من مرض عضال في الكلى، ووجهت آنذاك قناة السومرية الفضائية نداء لعلاجه، فبادر مسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان العراقي لتحمل نفقات علاجه، فنقل إلى مدينة أربيل للتلقي العلاج، إلا أن المنية وافته هناك. أعزائي المتابعين، وصلنا إلى قبر آخر من قبور الفنانين الموجودين في مقبرة محمد السكران، وهو الفنان طعمة عبد المجيد طعمة التميمي، رحم الله من قرأ سورة الفاتحة تسبقها صلاتي على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، الفاتحة. الممثل العراقي الكبير المعروف طعمة محمد التميمي من مواليد البصرة في العراق، وهو من أصل عراقي ويحمل الجنسية العراقية، وهو من مواليد 1 يوليو عام 1931 ميلادية، ويبلغ من العمر 63 عاما إلى أن وافته المنية. بدأ الحياة الفنية في سن صغر، وبدأ مشواره الفني من خلال الأدوار التي أداها على مسرح الملك فيصل الموجودة في مدرسته الثانوية، وأنهى دراسته الجامعية درجة البكالوريوس تخصص الفنون الجميلة. أعزائي المتابعين، مستمرين وياكم اليوم في مقبرة محمد السكران حول قبور الشخصيات البارزة والفنانين في هذه المقبرة. وصلنا إلى قبر آخر من هذه الشخصيات، وهو رشدي عبد الصاحب شكر، رحم الله من قرأ سورة الفاتحة مسبوقة معطرة بذكر محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، الفاتحة. رشدي عبد الصاحب شكر مذيع عراقي في دائرة الإذاعة والتلفزيون العراقي، كان من الذين وكل إليهم إذاعة بيانات الحرب. أعزائي المتابعين، مستمرين وياكم في مقبرة محمد السكران حول قبور الشخصيات البارزة والفنانين اللي موجودين داخل هذه المقبرة. طبعا المقبرة كبيرة جدا، وإحنا هسه متجهين إلى بقية القبور. تعالوا ويانا إلى قبور الفنانين. أذاع أول بيان عراقي في الحرب العراقية الإيرانية، وعين موظف إداريا لمدة قصيرة في مستشفى الشماعية، وكان إلقاؤه سلسا يجذب المتلقي ذا صوت جهوري متزنا في قراره
وجوابه معروفا بالظرافة والنكتة، وهو ابن الشاعر عبد الصاحب شكر. أصابه المرض فطلب إلى ديوان الرئاسة منحه علاج، فاعتذروا له فلم يلبث به المرض حتى توفي في 25 نيسان عام 1494. وصلنا إلى قبر آخر هو مقداد مراد. ولد مقداد مراد في مدينة الكوت جنوب العاصمة العراقية بغداد في عام 1946، ودرس في مدارس محافظة واسط حتى أنهى دراسته وتعليمه الثانوي، ثم أكمل تعليمه الأكاديمي في جامعة بغداد، وبعد أن تخرج عمل مذيعا تلفزيونيا في القناة العراقية رقم 9 الرسمية. وأثناء عمله الإذاعي تميز بصوته الرخيم الجهوري وشخصيته المقنعة وإناقته مع مهنية عالية في إعطاء كل كلمة حقها في صوته المميز عندما يقرأ نشرة الأخبار. أعزائي المتابعين، وصلنا إلى قبر من قرأ بيان البيانات وهو مقداد محمد مراد، رحم الله من قرأ سورة الفاتحة مسبوقة معطرة بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفاتحة.